أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها في حال تخيير المكلف
بين الصوم والفطر، وهذا في أول الإسلام، في أول فرض الصيام، بيّن سبحانه وتعالى أن الأفضل والأكمل أن يصوم العبد ولا يطعم مسكينا عن كل يوم. وهذا المعنى متعلق بما كان عليه الأمر في أول الحال، ثم نسخ ذلك بفرض الصيام. هذا الوجه الأول على أن المراد به حال التخيير. وأما الوجه الثاني فقد قال بعض العلماء إن قوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، المراد به الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم بشدة وعناء، أن الأفضل في حقه أن يصوم. وهذا فيه إشكال، لأن الأصل يقتضي أن الصائم إذا رخص الله له بالفطر ووجد المشقة الشديدة فالأفضل له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ برخصة الله التي رخص لنا. وقد ورد هذا نصاً في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في الصحيح صحيح مسلم عنه رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يجد المشقة الشديدة في الصيام فإن الأفضل له أن يفطر، فما بالك إذا كان شيخا كبيرا، فالأفضل لا شك أنه يفطر لا أن يصوم. وأما القول الثالث فإنه يقول إن قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ليس متعلقا بقوله وعلى الذين يطيقونه وحده، وإنما يشمل جميع ما تقدم، فيشمل المسافر إذا خير بين الفطر والصوم فالأفضل له أن يفطر أن يصوم، وكذلك إذا خير المريض بين الفطر والصوم وكان بإمكانه أن يصوم ويجد المشقة التي لا توصله إلى الحرج فالأفضل أن يصوم. وبناء على ذلك فإنه يفصل في هذه المسائل، فكل من رخص الله له بالفطر ووجد المشقة والعناء فعليه أن يأخذ بسماحة الدين وأن يأخذ بيسره. واستدل بعض العلماء رحمهم الله وهو مذهب الجمهور كما تقدم على أن المسافر إذا سافر فالأفضل في حقه أن يصوم لا أن يفطر، إلا إذا وجد المشقة والعناء فحينئذ الشديد فإن الأفضل له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر وبلغ كراع القديد بين مكة والمدينة، فأفطر عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر وشرب الماء على ملأ من الناس وأمام الناس من أجل أن يفطروا، فقيل له إن أقواما لا زالوا صائمين، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذا الخير وهو أن يصوم في السفر، لأنه إذا صام في السفر وهو قادر على السفر أو كان السفر مريحا كما هو موجود في زماننا فإن هذا أبلغ في طاعة الله عز وجل وإبراء الذمة، لأن الإنسان إذا أفطر لا يدري هل يتمكن من القضاء أو يدهمه أمر الله قبل أن يقضي. ومن هنا الأفضل وهو مسافر أن يصوم، فإذا وجد المشقة والعناء أخذ برخصة الله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لما فيه من المبادرة لأداء أوامر الله وإبراء الذمة من حق الله، وذلك خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان. شهر رمضان هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها محل الصيام، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية وهي قوله سبحانه شهر رمضان بيان للمجمل المتقدم في قوله تعالى أياما معدودات، أي كتبت عليكم الصيام أياما معدودات، والمراد بها شهر رمضان. وهذا على القول بأن المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان، وقد تقدم معنا كلام العلماء على هذه الآية. الشهر مأخوذ من الشهرة كما قال الإمام الجوهري في الصحاح: سمي الشهر شهرا لشهرته، وذلك أن الناس كلها تعرفه لتعلق مصالحها بالشهور وحسابها. وبناء على ذلك فقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان هو واحد الشهور، وهي الشهور القمرية، والشهور القمرية 12 شهرا في كتاب الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. هذه الشهور القمرية 9 منها هو شهر رمضان، والشهر 30 يوما و29 يوما. لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وعد 3 مرات بأصابعه، ثم قال المرة بعد ذلك وهكذا، فعد 3 ثم خنس الإبهام في 3. ومراده أن الشهر يكون 30 إذا كان تاما كاملا، ويكون 29 إذا كان ناقصا، لأن الله قدر القمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وجعل الشمس والقمر ضياء وقدر القمر منازل لنعلم عدد السنين وحساب، وكل شيء فصله سبحانه تفصيلا. فإذا كانت الشهر ناقصا فإن الله من كرمه ورحمته ولطفه بهذه الأمة جعل الثواب أجر 30 يوما تامة كاملة، فلو صام الناس 29 كتب الله لهم أجر صيام 30 تامة كاملة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. فذهب أكثر العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الحديث وبيان المراد به أنه لا ينقص الأجر إذا كان رمضان 29. وهذه مسألة فقهية لطيفة، وهي أن الإنسان إذا كان أجيرا والتزم مع غيره مدة معلومة كأن يستأجره يوما، وهو ما يسمى بالمياومة أو مشاهرة أو مسانهة، فاستأجره باليومية أو بالشهر أو بالسنة، فجاء العامل والأجير فمكن صاحب العمل من نفسه ولم يقم صاحب العمل بطلب أي شيء منه حتى مضت المدة، فإنه يستحق الأجر كاملا. فالمسلمون والعباد ملتزمون بصيام شهر رمضان تاما كاملا، فجاء النقص بأمر الله وقدره سبحانه وتعالى، فجعل الشهر ناقصا فكتب لهم الأجر تاما كاملا. ففرعوا على هذا أن الأجير يستحق الأجر تاما كاملا إذا مكن صاحب العمل المدة المتفق عليها. ومنه أيضا أن المرأة إذا دخل بها زوجها ثم مكنته من نفسها ولم يوجد فيها مانع شرعي كالحيض وامتنع من إصابتها، فإنها تستحق المهر تاما كاملا. وبناء على ذلك جعل الله هذا الشهر
تاما سواء كانت العدة تامة أو كانت ناقصة. شهر رمضان، رمضان من الرمد وهو شدة الحر، ولذلك يقال الرمضاء للأرض، إذا اشتد الحر فأصبح الرمل حارا أو الحصى الذي عليها حارا، وهي حر الرمضاء. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين يدركها حر الرمضاء. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، فإذا احترت الأرض برك، كما قال بعض الأئمة، وقيل إنه يأتي تحت أمه من شدة ما يجد من الحر. فقالوا إن رمضان سمي رمضان لأنه وافق عند نقل العرب لأسماء الشهور إلى العربية، وافق زمان الحر وشدته، فقالوا فسموه بهذا الاسم. وهذا مذهب طائفة من العلماء. وقالوا سمي ربيع، ربيع الأول وربيع الآخر والآخر على الوجهين، سمي بذلك لأنهما وافقا الربيع عند نقل الأسماء. وكذلك سمي جمادى لتجمد الماء فيه من شدة البرد، وهذا لا يخلو من نظر، لأنه لو كان الأمر كذلك في ربيع وجمادى لكان جمادى قبل ربيع، لأن البرد يكون قبل الربيع، والربيع ما بين فصل الشتاء وفصل الصيف. وهذا ما ذكروه، وأيما كان فهذا هو القول الأول في سبب تسمية هذا الشهر بهذا الاسم. قال بعض العلماء سمي رمضان بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب، والمراد أنه يحرق الذنوب فتغفر فيه الذنوب. وفيه حديث موضوع لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه يبين فيه عدم صحته وعدم ثبوته، أن رمضان يحرق الذنوب، وهذا قول ضعيف. وبناء على ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن رمضان لا يذكر إلا بإضافة الشهر، فقالوا لا يقال رمضان وإنما يقال شهر رمضان. وفيه حديث أيضا أخرجه ابن عدي في الكامل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. وهو حديث ضعيف لأنه من رواية أبي معشر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو غير ثابت. وقال ابن الجوزي إنه من الموضوعات، وعده من الأحاديث الموضوعة. وابن عدي في الكامل، والعقيلي في الضعفاء، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والبغدادي في التاريخ، وكذلك الديلمي في مسنده مسند الفردوس. هؤلاء إذا انفردوا بالرواية فالغالب ضعفها، إذا انفردوا بالحديث فالغالب ضعفه، كما قال صاحب الطلعة: وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر، كذا نوادر الأصول وزدي التاريخ للحاكم ولتجتهدي. فقولهم عد ابن عدي، وعق العقيلي، وخط الخطيب البغدادي، وكر ابن عساكر، فهؤلاء إذا انفردوا بالاستقراء والتتبع فأحاديثهم ضعيفة. فهذا الحديث الذي نهي فيه عن قول رمضان مجردا عن قول رمضان لأنه اسم من أسماء الله، بنى عليه بعض العلماء أنه يكره أن يقول جاء رمضان، وإنما يقال جاء شهر رمضان. وبينا هذه المسألة في شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري، وقالوا إنه يكره، وهو قول القاضي أبي يعلى من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز أن تقول رمضان بدون إضافة الشهر، فيقول جاء رمضان، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك،
كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فهذا كله ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان مجردا من الإضافة. وقال بعض العلماء إن هذا لا يختص برمضان، بل يشمل ربيع الأول وربيع الآخر، ولذلك قالوا: الشهور التي أولها الراء، شهر ربيع وشهر رمضان. ولا تضيف شهرا للفظ الشهر إلا الذي أوله الراء فدري، فقالوا أوله الراء شهر ربيع الأول والآخر ورمضان. وأضاف بعضهم شهر رجب، وقالوا السبب في ذلك أن يميز الربيع عن الفصل وعن الشهر. قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بيّن الله سبحانه وتعالى ما فرضه على عباده وهو هذا الشهر. وقد تدرج التشريع في الصيام، ففرض الله أولا صيام يوم عاشوراء، وقال بعض العلماء إنه فرض صيام يوم عاشوراء والثلاثة الأيام مع عاشوراء في أول الأمر. والثابت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء وأخبروه أنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان فرضا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان. وقوله سبحانه وتعالى: الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر رمضان. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جماهير أئمة التفسير، وقال بعض العلماء لا خلاف فيه، كما حكى ذلك القرطبي وغيره. وأنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ، ففرق عن اللوح المحفوظ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ففرق عن اللوح المحفوظ. وهذا لا يمنع أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل بدون واسطة، لأن الذي في اللوح المحفوظ كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الله كتب فيه كل شيء، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فاللوح المحفوظ فيه كل شيء، فلا يمنع أن يكون فيه جميع ما يكون من الأقوال والأعمال. وأما بالنسبة للقرآن فإن جبريل سمعه من الله بدون واسطة، وكذلك أيضا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل بلا واسطة. وهذا وفي قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل يدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى والفوقية. الله سبحانه وتعالى له هذه الصفة وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. ودل على هذه الصفة دليل الكتاب والسنة، وقال سبحانه وتعالى عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وثبتت السنة بذلك، كما في الصحيح عن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الآخر، فأثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلو، وهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، دل على أنه هو الذي أنزل القرآن، ولذلك قال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو تنزيل من حكيم حميد، الذي أنزله هو الله جل جلاله، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته، ليس بمخلوق ولا معنى قائم بنفسه، بل إنه كلام على الحقيقة. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال سبحانه وتعالى: إذ نادى ربك موسى. فهذا يدل على إثبات هذه الصفة. وقال سبحانه: وقربناه نجيا. فكل هذا يدل على إثبات صفة الكلام لله جل جلاله، وأن كلام الله هو صفته وليس بمخلوق. والله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كمن قرب، كما جاء في ذلك، كما جاء في صحيح البخاري تعليقا، ووصله في الأدب المفرد، وصححه الحاكم، وحسنه المنذري. فهذه صفة من صفات الله عز وجل. قال الإمام البخاري في قوله: يسمعه من بعد كمن قرب، هذا لله وليس لغيره. فكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى يتكلم، وكلامه على الصفة التي بيّنها في كتابه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله سبحانه وتعالى هذه الصفة ثابتة له بدون تشبيه، لأنه لا يشبه خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا الشهر هو الذي فيه ليلة القدر، وهو شهر رمضان. وهذه الليلة التي نزل فيها القرآن هي ليلة القدر، لشرفها سميت لشرفها وعظيم قدرها، وقيل لأنها تقدر فيها الأشياء وتنسخ المقادير من عام إلى عام، كما هو ظاهر آية سورة القدر. وهذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر تفسر الآية في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فليلة النصف من شعبان لا علاقة لها بهذا الأمر البتة، بل إن القرآن يفسر بعضه بعضا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الليلة التي تقدر فيها المقادير هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم، فالملائكة تنسخ من اللوح المحفوظ المقادير من عام إلى عام، وليس ليلة النصف من شعبان في هذا أي علاقة، ليس لها بهذا أي علاقة. فهذا خاص بليلة القدر، وهو المراد بسورة بالآية في صدر سورة الدخان، المراد بها قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزل الله القرآن وبين ما اشتمل عليه هذا القرآن، بل بين أعظم ما اشتمل عليه كتابه وكلامه، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في، قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نزل القرآن في ليلة القدر، فأصبحت سيدة الليالي وأفضل الليالي، فقيامها خير من ألف شهر، ليس كألف شهر،
وقول البعض إنها كعبادة كذا وكذا سنة، الواقع أن الله قال خير من ألف شهر، أي أفضل من ألف شهر قيل بصيامها وقيامها. وهذه الخيرية لا يعلمها إلا الله جل جلاله، فجعل الله لها هذا الفضل العظيم لأن القرآن أنزل فيها، وجعل لرمضان هذا الفضل العظيم لأنه نزل فيه القرآن، فشرف هذا الشهر وفضله واختاره من بين الشهور. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى، بفضل على سبحانه وتعالى فهو يختار ما شاء كما شاء سبحانه وتعالى. فاختار الله رمضان من بين الشهور لإنزال القرآن فيه، قال تعالى هدى للناس. والهداية أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد في الدنيا والآخرة، نعمة الهداية. ومن هداه الله فهو المهتدي، ولا مهدي إلا من هداه الله. وفي حديث أبي ذر في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا. ولذلك لو بذل الإنسان كل ما يستطيعه لهداية الخلق أو هداية أحد لم يرد الله هدايته فلن يستطيع. ولذلك لم يستطع نوح أن يهدي ابنه، ولم يستطع إبراهيم أن يهدي أباه، ولم يستطع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يهدي عمه. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله وحده هو الذي يهدي، وهو الذي يهدي للحق. وإذا هدى لم يضل من هداه، لن يضل من هداه، بل يجعله على صراط مستقيم وطريق قويم. فبين الله تعالى أعظم نعمة وأعظم منة يمتن بها على خلقه أنها موجودة في القرآن. فقال سبحانه وتعالى هدى للناس، فمن استهدى بالقرآن هداه الله، ومن أحب القرآن واعتصم به بإذن الله وتوفيقه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا هو حبل الله الذي ينتهي بالعبد إلى مولاه، فما تمسك عبد بالقرآن فشقي أبدا، فإن الله تكفل بالسعادة لأهل القرآن الذين اهتدوا بهديه وساروا على نهجه، فجعل الله فيه الهداية. ثم بين سبحانه وتعالى أنه فقوله سبحانه وتعالى هدى للناس، والهدى ضد الضلال، والضلال أعظم بلاء وشقاء على العبد في الدنيا والآخرة. من ضل ضلالة الشقاء فلن يسعد أبدا، فيختم له والعياذ بالله بخاتمة الأشقياء، فيحرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الضلال هو العذاب في هذه الدنيا والعذاب في الآخرة. فالذي يضل تجده حيران لا يدري أين يذهب، فإذا أصابته المصيبة يتخبط يمينا وشمالا، بخلاف المهتدي الذي عرف ربه ووجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فإذا ضل العبد صار حيرانا، أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فهذه الحيرة هي عذاب الدنيا. وإن الضال كما صور الله حاله يعيش حياة الضنك والضيق، كما قال جل جلاله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فجميع هذه الدنيا بساعاتها ولحظاتها وثوانيها تمر عليه يتجرع الغصة من الضلال والعياذ بالله. لا تحسب أن إنسانا ضل عن القرآن وأعرض عن القرآن أنه سعيد أبدا،
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تركتها نسيتها تركتها وتركت العمل بها فاليوم تنسى وتترك والله جل جلاله يجازيه بمثل ما صنع هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بينات جمع بينة والمأخوذة من البيان وهو الوضوح في الشيء وهي الحجة أيضا ولذلك قال الشاعر يصف غزالا فقدت صغيرها ثم وجدت آثار افتراس السبع له أضاعت فلم تغفر لها خلواتها فلاقت بيانا عند آخر معهد دما عند شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في إهاب مقدد فلاقت بيانا أي دليلا واضحا على هلاك صغيرها فالبينة هي الدليل وهي الحجة لأنها تظهر وجه الحق فالقرآن فيه آيات بينات تكشف الحق وتجليه فرق بين أن تقول إن هذا هدى لكن أن تقول إنه هدى وفيه الحجج والدلائل القوية فلا أتم من حجة الله فإن هذا أكمل وأبلغ قل فلله الحجة البالغة فالله له الحجة البالغة فجعل الله في القرآن الآيات البينات لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين من قبلكم لقد أنزلنا آيات مبينات فهذا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالقرآن فيه الهدى وفيه الأدلة والحجج فلن يحاج أحد ربنا إلا حجه وغلبه سبحانه وتعالى ولذلك ما تكلم أحد بالقرآن إلا صدق ولا حكم به إلا عدل ولا قال به إلا قال القول الذي ليس أبلغ منه فلا أحسن من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا ولا أتم من الله كلاما وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إذا تكلم بالحق وإذا قص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وأعظم هداية في القرآن وأعظم ما أنزل الله من أجله القرآن هو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة فالله ما أرسل رسله ولا أنزل كتبه إلا من أجل الهداية إليه أنه هو الله رب الخلق فلا رب سواه الواحد في ربوبيته الواحد في ألوهيته الواحد في أسمائه وصفاته فقد بيّن القرآن التوحيد بجميع أقسامه بيّن أن الله سبحانه وتعالى هو الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا وأنه هو الذي خلقهم وأطعمهم وسقاهم ورزقهم وأنه ما من دابة إلا عليه رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها خلق البرايا وتكفل بأرزاقها سبحانه وتعالى ودل القرآن على عظمته في ربوبيته في الخلق والتقدير والتدبير فذكر بالسماء ومن بناها من رفع سمكها فأغطش ليلها وأخرج من رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وذكر بالأرض التي دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وذكر بالذي صب الماء من السماء صب وشق الأرض له شقا فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا بين من هو الله في ربوبيته وتقديره وعظمته ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
فقضاهن 7 سماوات في يومين، فهذا هو الله الذي كفر به الكافرون، تعالى الله عما يقول المشركون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ولا ينبئك مثل خبير. فإذا بين القرآن توحيد الربوبية أخذ بمجامع القلوب إلى ربها ودلها على خالقها وبارئها، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فإذا فبين سبحانه وتعالى بهذا القرآن وهدى الخلق إلى ربوبيته وهداهم إلى ألوهيته، وأنه سبحانه وتعالى المستحق أن يوحده العبد بأفعاله. فإذا سأله وحده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم لا إله إلا أنت، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وهو الذي يكشف السوء وليس أحد عداه. بين القرآن دلائل ألوهيته، وأن الذبح له وأن النسك له وأن العبادة بجميع أنواعها هو المستحق لها سبحانه، فلا يستغاث بغيره ولا يستجار بأحد سواه. هو الذي ينجي من ظلمات البر والبحر، وهو الذي إذا مسنا الضر ضل من يدعى إلا إياه سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فهو سبحانه وتعالى المستحق لأن يوحد. فهو جل جلاله له ركوع الراكعين وسجود الساجدين، ويطاف ببيته فلا تعبد الأشجار ولا تعبد الأبقار ولا القبور ولا الأوثان. إذا فعل العبد ذلك هوى، وأي ضلال أصابه وردا. نسأل الله السلامة والعافية. إن من أشرك بالله في هذا التوحيد وهو توحيد المسألة، فسأل غير الله ما لا يسأل إلا من الله، أو جعل لله ندا في سؤاله، فقد حبط عمله وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نسأل الله السلامة والعافية. هدى القرآن إلى توحيد الأسماء والصفات، فبين من هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، بين أنه عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، بين أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. عرف خلقه به، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. سبحانه وتعالى عرف خلقه على توحيده، وأقام الحجج والدلائل على وحدانيته سبحانه في ربوبيته، وبين سبحانه وتعالى وأقام الحجج والدلائل على وحدانيته في ألوهيته، وأنه لا يجوز صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، وبين أنه وأقام الحجج على أسمائه وصفاته، حجج واضحات وآيات بينات لا تمل القلوب من سماع، لا تمل النفوس من سماعها، تطمئن القلوب عند ذكرها وتخشع عند بيانها، كيف وقد حق لها. فهذا هو ربها الذي لا رب لها سواه، وهذا هو خالقها الذي لم يخلقها أحد عداه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
أظهر الدلائل على عظمته وجلاله وكبريائه. اللهم إنا نسألك الاهتداء بالقرآن، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، أنقذنا به من كل ضلالة وأرشدنا به من كل حيرة يا رب العالمين، واجعلنا مهتدين بهديه مرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. جعل الله القرآن فيه الحجج والدلائل والآيات البينات على وحدانيته، ولذلك ما أرسل الله رسله ولا بعث ولا أنزل كتبه إلا من أجل التوحيد الذي هو أساس الدين والملة وهو أساس الشريعة والملة. ولذلك هداية القرآن إلى التوحيد أتم الهداية وأوضحها. وقال سبحانه وتعالى فيه آيات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان وصف الله عز وجل آيات القرآن بكونها فرقانا، لأن الله يفرق بها بين الحق والباطل ويفرق بها بين الهدى والضلال. فأعظم ما يكون للإنسان عند التباس الأمور عليه أنها تختلط، يختلط بعضها ببعض ويلبس الحق بالباطل. فإذا جاء نور القرآن انكشفت الظلمة وفرق بين الحق والباطل، فإذا ذكرت آيات الله زالت الغشاوة وذهب العمى. ولذلك ما استمع أحد إلى القرآن ووعى كلام الله جل جلاله إلا ذهبت عنه الشبهات والمضلات من الفتن، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى خلقه بشياطين الإنس والجن يلبسون عليهم الحق بالباطل ويزينون لهم ما كانوا يعملون. فإذا تليت آيات الله انكشفت قامت الحجة، وإذا تليت آيات الله استبان السبيل والمحجة، لأنها آيات تامة كاملة. والشياطين تفر من القرآن، والسحرة والفجرة والكفرة لا تستطيع القرآن، ولذلك تدمغ بالقرآن وتحرق بالقرآن. وصدق الله جل جلاله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فآيات القرآن تامة كاملة تفرق بين الحق والباطل وتفرق بين الهدى والضلال. فمن قرأ القرآن ووعاه وفهمه فإنه لا يلتبس عليه الحق. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، وهدانا الله وإياكم بهداية القرآن، وشرح صدورنا وصدوركم لتعلمه وعلمه والعمل به. شرف الله كتابه بهذا الشرف العظيم وجعله في هذا المقام الكريم، ولذلك خص الله القرآن بخصائص لا توجد في غيره من الكتب السابقة، منها أن الله تكفل بحفظه سبحانه وتعالى، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو محفوظ بحفظ الله. ولا يستطيع أحد مهما أوتي من القوة أن يعبث بكتاب الله أو يغير حرفا من كتاب الله. فهذه أكثر من 14 فأكثر من 14 قرنا لم يستطع أحد أن يغير حرفا في كتاب الله عز وجل. وذكروا عن رجل من أهل الكفر أنه أراد أن يعبث بالقرآن، فجاء إلى رجل من علماء القرآن وأهل القراءات الذين هم خيار هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والذين حفظوا لهذه الأمة كتاب الله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم أمواتهم وأن يثقل في موازين الآخرة جزاءهم لما حفظوا لنا من هذا الكتاب العزيز بتوفيق الله عز وجل، وأن يبارك في الأحياء منهم، أن يمدهم بعونه وقوته وصحته وعافيته، وأن يجعل فيهم منافع المسلمين. شرف عظيم لحملة كتاب الله من أهل القرآن. فجاء هذا الكافر واختبأ وزعم أنه يريد أن يقرأ القرآن على هذا الشيخ العالم من القراءات، من العالم بالقراءات، فجلس بين يديه فعرض عليه القرآن حتى بلغ قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله.
فلما قرأ الآية قال بعدها مباشرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم أراد أن يتم فمنعه الشيخ وقال له: إذا قرأت القرآن فلا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءتك، لأنه في هذه الحالة كأنه أدخل في القرآن ما ليس منه. وهذا راجع إلى أنه إذا قرأ بطريقة القراءة، ما لو أنه خفت وقال اللهم صل على بينه وبين نفسه قد يكون له وجه، لكن أن يصلي بسنن القراءة. فمضى ثم سأله أن يعرض عليه العرضة الثانية، فعرضها عليه، وكان الشيخ شديدا في الحق، فلما عرضها عليه قرأ الآية ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة في الحلقة، فما كان من الشيخ إلا أن قام وضربه. فلما ضربه قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه عجز أن يدخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بذكرها تبعا لأمر الله عز وجل في تلاوته. وهذا يدل على عظيم حفظ الله للقرآن، وفي حفظ الله لكتابه العجب العجاب. يكفيك أن ترى إلى الأمة الإسلامية عربها وعجمها صغيرها وكبيرها وهي تتلو كتاب ربها، لم يختلف الحرف عن هذا الحرف كل مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن الله إذا تولى بالحفظ لشيء حفظ، وأن الله إذا تولى الأمر فلا أتم من حفظه سبحانه وتعالى. فحفظ الله القرآن وخصه بهذا، ثم جعل له حمله، فجعله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وجعلهم مشاعل يهتدى بهم ويقتدى، فيدلون على الله ويهدون إلى صراط الله، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد، الشهود يطلق بمعنى العلم، شهد بمعنى علم، ومنه قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم علما يقينيا أنه لا إله إلا الله. وتطلق الشهادة بمعنى الحضور، ومنه قوله سبحانه: وما كنت من الشاهدين، وقيل في قوله تعالى: وبنين شهودا، أي أنهم معه لا يفارقونه. فامتن الله به على الكافر بهذه النعمة فكفرها والعياذ بالله. فالشهود يطلق بمعنى الحضور، والمراد هنا أنه مقيم غير مسافر، وقيل من شهد أي علم دخول الشهر على الوجهين. فمن شهد منكم الشهر، فإذا ثبت دخول رمضان فإنه يجب صومه، ويثبت دخوله إما بتمام العدة لشعبان 30 يوما، وإما بالرؤية المعتبرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا يدل على الصفة التي يثبت بها شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر بالصوم، وهذا الأمر نسخ ما تقدم من صيام التخيير، أنه مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر كما ذكرناه في الآيات السابقة. وهنا بين الله سبحانه وتعالى أن الصوم صار عينا، ولذلك صيام رمضان متعين ولا ينتقل إلى الكفارة إلا في حدود وقيود بينتها الشريعة. وعليه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أخذ العلماء منه دليلا على فرض صيام شهر رمضان. نعم، فليصمه، الضمير عائد إلى شهر رمضان، يصمه تاما كاملا. نعم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر، في أول الآيات قال: فمن كان منكم مريضا، وهنا قال: من كان مريضا أو على سفر. قالوا لأنه هنا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا، فلم يقولوا من كان منكم،
فلم يحتج إلى ذلك في الموضع الثاني. وأما في الموضع الأول فطال الفصل في قوله بين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذا ليس فيه تكرار، بمعنى قيل إن قوله ومن كان منكم مريضا من كان مريضا أو على سفر المراد بهذا غير الذي تقدم، لأن الذي تقدم في الآية الأولى في حال التخيير، وأما وهو هي الحالة المنسوخة. قال بعض العلماء خشي أن يظن أن قوله تعالى ومن كان منكم فمن كان منكم مريضا أو على سفر الأولى أنها منسوخة، وكررها هنا لإثبات كونها محكمة، أي أن الرخصة في الفطر من أجل المرض والسفر محكمة، وهي في أول الأمر وثاني الأمر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقدم معنا بيان معنى هذه الآية الكريمة. وقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر، أثبت لنفسه هذه الصفة وهي صفة الإرادة، يريد الله بكم اليسر وهي الإرادة الشرعية الأمرية. والله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أنه يريد لعباده أيسر الأمور ولا يريد أن يشق عليهم إلى مقام العنت والعسر. قال بعض العلماء يريد الله بكم اليسر، وهذا واضح ظاهر أن الله يسر على هذه الأمة في الصيام، يسر عليها في الصيام فجعله أياما معدودات، ولو شاء الله أن يكون الصيام للدهر كله لوجب علينا صيام الدهر كله، أنه يحكم ولا معقب لحكمه، ولكنه فرض أياما قليلة معدودة. ثانيا أن هذه الأيام الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فأقل ما فيها أنها تعادل 300 يوم، ثم إذا صام 6 من شوال أتم 360 يوما عداد السنة كاملة، فكان كمن صام الدهر. يسر الله فأمر بالقليل، ويسر في صفة الصوم، ولذلك كان صوم من قبلنا صوم يضاف إلى صوم النهار صوم الليل، فكان إذا أفطر الصائم ثم نام وجب عليه أن يمسك إلى مغيب الشمس، وهذا يسر الله به على هذه الأمة المرحومة، وجعل الأمر على التخفيف، فأحل لها ليلة الصيام الرفث، وقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الفجر، من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فخفف الله في عدد الصيام، وخفف الله في كيفية الصيام، وخفف الله عن المسافر فأذن له أن يفطر في سفره، وخفف الله عن المريض والشيخ الكبير، وخفف الله عن الحامل والمرضع، وهذا كله من تخفيف الله ومن يسره. وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، قالوا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا عام في التشريع كله وليس خاصا بالصيام، والعبرة بعموم اللفظ. الله سبحانه يريد لهذه الأمة وبهذه الأمة اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وأخذ العلماء من هذه الآية الكريمة القاعدة الشرعية التي هي إحدى قواعد الفقه الإسلامي 5 الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. فقاعدة المشقة تجلب التيسير أخذت من هذه الآية الكريمة، وبنيت على هذه الآية الكريمة وعلى قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، فهذا كله يدل، وقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها وأرضاها أنه ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما بالحديث الصحيح: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذه شريعة رحمة وشريعة يسر، أخذت هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، وبنيت عليها قواعد، ومنها قولهم: الأمر إذا ضاق اتسع. فوسع الله منها قاعدة: الحاجة تنزل، الضرورات تبيح المحظورات. وفرع عليها قولهم: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فدين الله يسر ومبني على اليسر، وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. يسر عليهم في الصلاة، ويسر عليهم في شرائع الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج. يسر عليهم في الصلاة فجعلها 5 صلوات، وكانت في الأصل 50 صلاة. تصور لو أن 50 صلاة لم تبدل، وأننا نصلي 50 صلاة، كيف يكون الأمر؟ فألهم الله موسى أن يقول عليه السلام، أن يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه وما زال يراجع ربه حتى صارت 5. فقال الله كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: هي 5 وهن 50 في الأجر. هي 5 وهن 50، ما يبدل القول لدي. فقوله وهن 50 أي في الأجر والمثوبة. وهذا كله من فضل الله، خفف عليهم في عددها، وخفف عليهم في وضوئها وطهارتها، فخفف عليهم في الوضوء فجعله لأعضاء مخصوصة، وخفف عليهم في الغسل فلم يوجبه من مذي ولا من ناقض أصغر، وإنما جعله للنواقض الكبرى، وخفف عليهم إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا، وخفف عليهم سبحانه وتعالى في شرائط صحتها في استقبال القبلة لمن عجز عن ذلك أو جهل القبلة، وخفف عنهم سبحانه وتعالى في ستر العورة، وخفف عنهم في الزكاة فأعطى الكثير وقبل القليل، فجعلها في أموال محدودة ومعدودة من النقدين ومن سائمة بهيمة الأنعام، لم يوجبها في كل المعادن وإنما خص الذهب والفضة، فهذا من التيسير. ثم لم يوجبها كذلك في كل الحيوانات وإنما خص بها بهيمة الأنعام، ثم خصص بهيمة الأنعام فخفف ويسر، فجعل الزكاة في السائمة منها وهي التي ترعى أكثر الحول، إلى غير ذلك من تخفيف الله عز وجل وتيسيره في هذه الشريعة مما يطول ذكره. فهذه قاعدة: أن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة، عدة رمضان 30 يوما أو 29 يوما، لأن الشهر لا ينقص فهو كامل إذا ثبتت الرؤية. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، بعد أن أوقفنا في بداية الشهر أثناء الشهر بداية الصوم وفرضه، وانتقل بعد ذلك إلى ختمه ونهايته، ولتكملوا العدة التي ما كملت إلا بحوله وقوته وأمره سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الإنسان أن يكملها إلا بحول من الله وقوة من الله. فإذا وقف الإنسان على آخر يوم من شهر رمضان وقف معظما لربه، فقال سبحانه: ولتكبروا الله على ما هداكم، بالخصوص وبالعموم. فكل عبادة وقفت على آخرها كبرت الله جل جلاله وعظمته سبحانه وتعالى أن هداك إليها ودلك عليها وأرشدك إليها ثم أعانك على أدائها ومتعك بالصحة والعافية حتى بلغت نهايتها. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، تكبروا الله على الهداية، أن هدانا لهذا الدين ولم يجعل شرائع الدين علينا ملتبسة بل جعلها واضحة بينة، هدانا إلى هذا الصوم، وهدانا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيه فيما أمر وفيما نهى، فالتزم الإنسان ذلك قدر استطاعته. فإذا وقف في آخر الشهر
ووفق لهذه النعمة العظيمة، وقف وقوف المنكسرين الحامدين الشاكرين، بريئا من حوله، بريئا من قوته، مثنيا على ربه. الفضل كل الفضل لله، فمن نحن لولا الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي امتن عليك حتى بلغت نهاية الشهر، وخليق بك كلما بلغت نهاية يوم أن تحمد الله عند فطرك، وأن تشكره أن وفقك لصيام ذلك اليوم، وحرم المريض، وحرم العاجز، وحرم الشقي الذي يعرض عن صيام هذا الشهر وهو قادر مستطيع، فوفقك الله لهذا كله ويسره لك، فتكبر، تكبر الله، الله أكبر، الله أكبر، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، أكبر في إحسانه وإنعامه إليك جل جلاله. ولتكبر الله فشرع التكبير عند نهاية شهر رمضان، فإذا غابت شمس يوم 30 من رمضان يبتدئ التكبير، تكبير ليلة العيد، عيد الفطر، وقال به جمهور العلماء رحمهم الله، يبدأ التكبير بمغيب شمس ليلة، بمغيب شمس آخر يوم من رمضان. فإذا ثبتت الرؤية بعد صلاة بعد المغرب، بدأ بمجرد ثبوت الرؤية، يبدأ بمجرد ثبوت الرؤية. من العلماء من قال إن الأفضل أن يقتصر على التكبير، فلا يزيد على قولها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومنهم من قال يقول التكبير تاما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كتكبير ذي الحجة، وهما وجهان مشهوران. فظاهر القرآن يقول ولتكبروا الله على من هدى على ما هداكم، فإن كبر بالتكبير الأول وافق ظاهر القرآن فهو مكبر، وإن كبر بالتكبير الثاني فلا بأس ولا حرج لأنه مكبر. وينقطع هذا التكبير على وجهين، قال بعض العلماء عند خروج الإمام إلى الصلاة، صلاة العيد، وقيل عند انتهاء الصلاة وابتدائه للخطبة فحينئذ ينتهي، وقال بعض العلماء يكبر في يوم العيد، عيد الفطر، لأنه بعد تمام العدة، فقالوا يجوز، وهذا يحتمله القرآن، وليس في السنة بيان يكشف هذه الأقوال أيها أرجح، فالأمر في هذا واسع، فمن أخذ بالعموم أو أخذ بالخصوص له وجهه. وقوله تعالى ولعلكم تشكرون، الشكر مفتاح الخير في الدين والدنيا والآخرة، من شكر الله زاده، ومن شكر الله أحبه لأنه يحب الشاكرين، من شكر الله وحده واعتقد أنه هو المنعم سبحانه وتعالى. الشكر مقام عظيم يمتن به على أوليائه وأصفيائه، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين. أهل الشكر شأنهم عند الله عظيم، ولو أردت أن ترى مقدار الشكر فتأمل قول الله جل جلاله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. أول خصلة ذكرها بعد التوحيد شكره لنعمته سبحانه وتعالى. الشكر توحيد وإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم، وأن هذه النعمة من فضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ومن شكر الله زاده، لذلك قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. والله سبحانه وتعالى يبارك للعبد بشكره، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم الشكر لفضله وعظيم شرفه، جعله الله النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء الذي يشرع أدبار الصلوات المكتوبات. قال يا معاذ إني أحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فسأل الله أن يعينه على الشكر، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الشكر مفتاح الخير. من كان من الشاكرين أمن من سوء العاقبة في النعمة، النعم تنقص بذهاب الشكر، النعم تزول بعدم الشكر، النعم تتغير وتتبدل ومدارها على الشكر. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبارك للعبد في نعمته
رزقه الشكر، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين. والشكر لا تستطيعه، ولكن الله هو الذي يعينك عليه. ولذلك قال: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على شكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا دخلت إلى بيتك ورأيت نعم الله من حولك، من أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، نعم الله مغدقة عليك في جميع أمرك، من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وشمالك ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، بلها في نفسك، في سمعك الذي شقه وبصرك الذي نوره ويدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي عليها وعقلك. ولو شاء الله أن تسلب هذه النعم لسلبتها في طرفة عين. ولذلك على الإنسان أن يتذكر هذه النعم. فإذا أصبحت وأمسيت وأنت تتقلب في نعم الله فرأيت نعمة الله عليك في العافية، فاحمد الله على عافيته واشكره على نعمته في كل شيء، في دينك ودنياك وآخرتك. قال تعالى: ولعلكم تشكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. الحقيقة هذه الليلة من ليالي الوتر من العشر الأواخر، وعسى الله أن يجبر كسرنا. ما كان بودي أن يكون الدرس، لأن الأفضل أن يتفرغ الإنسان للصلاة والقيام، فنسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا. وإن شاء الله ستستأنف الدروس بعد رمضان. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.